احرجوني متغني حباس حبال مساء لقيت نجاح منقطع النظير واشتغلت لك الدبكه من فج وغمي بالزور حتى ما لصت. بعدين هذا جوزك يا عيب الشوم عليه، ما بيصير هذا الشيء اللي عم يساوي. شو نحن لعبه بين ايديه؟ ليش لعبه؟ هو شو عم يعمل؟ لك حاجه بعد، شو عم يعمل؟ اذا في براسه موال يغني ويخلصنا، لسه بيروج عن نفسه اشاعات. شي سلك بالمثلث، شي برمودا، شي سطحوه بالمستطيل، شي طلع من المربع، حاجه بقى رح يحطنا بدائره الى اول ما لاخر. شو بيكار نحن؟ بدنا نعرف على المخده بدنا نحط راسنا، بدنا نلبس اسود ولا ملون، فرايحي ولا حزايني؟ مالك هكلاني هم مشواري، كل يوم عم طر مشوار على ام الطنافس وجده لفرج، كل يوم بيتنخى بوشه للمختار. جميل لا تطلع لي خليه، فهمني شو يعني بيتنخى؟ فهمك؟ ليش انا فهمان بالقبل لفهمك؟ طالع اي من القاموس. نخع نخع نخع. تفضل ابو ياسر. بتجيني دائرة النخاع تبعي. انت كمان شفتوا الجرايد؟ شفناها. قريتوا الجرايد؟ قريناها. أنا رايح شيل النعوات، بس على أنه خبرية بدنا نعتمد. أنت مين قال لك تلزق؟ ليش دائما بتلزق؟ إلنا تأكدت الخبرية. يا أحسن، كنا حزننا وخلصنا بقى من هالشغلة. عيد الشر ماما، لكن إذا زبط هذا الإعلان شيت في حفل بهيج أحسن، ولا شيت رزق بمولود ذكر وأسمه أحسن وطهره أحسن. يزبطوا، أنا مو فارقة معي، مهم يجيني واقف على رجليه. هلا على انه مخده بدنا نحط راسنا. عمي ابو ياسر حبيبي انت روح ارتاح حبيتك، ايه ولا تتحش من اخيرك بشي ما بيخصك. جميل ماما، عيب تحكي هيك مع عمو ابو ياسر، فوق من الرجال زاتت حاله قدامنا وعم يقول لي لحم كتافي على حسابك تحكي معه هيك. ماما فردوس، اللحمات اليك والعظام الي. حيلك حيلك ابو ياسر، شبك شبك حبيبي، انت اخذت كثير شايب. عمي ابو ياسر نحن لا بدنا اللحمات ولا العظمات، لا بدنا اياك لا بروستيت ولا مسحب. الله معك حبيبي، بدنا نسوي لك قهوه بس صدقا ما في بن. مع السلامه. يا مع السلامه حبيبي. السلام عليكم. مع السلامه ابو ياسر، احنا بنحبك كثير. مع السلامه يا حبيبي، اهلين وسهلين. خلينا نشوفك ها عمي ابو ياسر، اهلين وسهلين. عيدها ها عيدها. حبي الصبح حبي المساء خرطوشي خرطش خرطوشه خرطوشي عاني وين كيف العابني حبيباتي والعقل لا حيجي خرطوشي خرطش خرطوشه. هاي ابو كيروس. واي ركبك 100 عفريت لما شفتني. فرج ابو كيروس انفلج، شو رجعك بمثلث برمودا؟ ليش انا كنت بمثلث برمودا؟ انا كنت بامريكا، بامريكا يا ابو كيروس. ابو كيروس وين ار يو؟ اي ام نوت هير. تعا تعا قول الحمد لله على السلامه واقرا. الحمد لله على السلامه، بس انا ما بعرف اقرا امريكاني. صحيح نسيت انه انجليزيتك ضعيفة. المكتوب عندك فرج دبول Chief of International Committee of Improving Red Melon. يعني اذا سمعت بفهم. ان شاء الله فهمت ولا عمرينك ما تفهم. ابو كيروس صحيح شو بدي اقلك؟ My wife in the home. شو بعرفني يا هوم يا معهم. I am very hungry. Bye. أبوك يا رعبة! انت شو عملت بحالي؟ هذي حابة لك ليرة عاد بدهم مجدرة. أشغال شاقة تنقاية العدس. دخن صوتها الثاني على البكي، ناقصني لأنه أنا. شبك شبك. لا شوفي شوفي شو صاير لكم بالبيت وانا جميل شوفي شو صاير وانا وسلم. يا مان مان يا شبكوا في شي بروبليم.
كوكو كوكو كوثر. شبكو في شيء؟ مرت عمي هذا انت فراس؟ يعني مزبوط الاعلان شيت الحفله. ليش وصلت الاخبار لهون مرت عمي؟ شفت لنا ريقنا، يخرب بيتك من حالك شو خوفتنا. كوسوره؟ كوسر؟ ماتت؟ كوسر لا تموتي امي كوسر. لا ما ماتت انا في ايدكم يا ادهنوا لها خردل تحت مناخيرها. لا ما بدي خردل، وينو فراس؟ ليكني ليكني هو هذا فراس؟ ليش هيك عيونك؟ ركبوا لي عدسه. يا عالسقالي من تحت راسك صار جدك كل يوم يروح لعند المختار يتنخى ويرجع. عن جد؟ عن جد جدي تنخى؟ يا عليك يا جدي شو مشتاق لك. صحيح صحيح يا جماعه انا صاير كثير مفعولي قوي بعد ما رجعت، ما شافني حدا من اهل ضيعتنا بالكراجات الا وغطى على قلبه، هذا الشيء اكيد من العدسات اللي ركبوا لي اياها بامريكا. هذا بدل ما تقولوا لي الحمد لله على السلامة وتباركوا لي. ليش؟ لأنك تجوزت؟ أهم. لأنك رزقت بمولودين ذكر وأسميته إحسانا. هو لا ذكر ولا أنثى. لكن شو بده يكون عجب؟ طبعاً بناءً على الصنف اللي هجنته البطيخ المكعب. شوفي شوفي شو عينوني يا نور عيوني شوفي. فرج دبول. Chief of the International Committee for Improving Red Melon. بتعرفي شو يعني؟ رح اقول لك شو يعني، يعني رئيس الهيئة الدولية لتحسين أصناف البطيخ الأحمر. انبسطي، هي رجع لك سالم ومدير الانترناشيونال افرتش نقعي واشربي ميته. فرج لا تزعل من ماما معلش، هي مو مصدقة حالها، أنت أول واحد بتطلع من مثلث برمودا. لك شو قصته هذا مثلث برمودا؟ لسه كل ما حدا شافني بيقول لي مثلث برمودا، مثلث برمودا. لك مو وقعت انت بالمثلث شيت البرمودا وطلعوك من المربع وسطحوك بالمستطيل وحطيتنا وقتها بدائره الى اول ما لاخر، الى شباك ما لا طاقه، شو نحن بيكاف؟ صرت تفتلنا فتل فيها. انا لا تسطحت ولا سطحوني ولا طلعت ولا نزلت ولا فتلت حدا، اذا انا مثلث برمودا كله على بعضه ما مرقت من فوقه. مو جريده؟ انا جريده. خذ اقرا. شكرا على تعزيه. هذا مو اسمك وام الطنافس مو ضيعتك. هذا اسم جدي. ايوه ايوه اساسا انا كل يوم بقرا الجريده مشان اعرف اذا هو لساته طيب ولا مات. هلا كل هالقد مهم جدك لحتى كل يوم يكتبوا عنه بالجريده؟ لا جدي عنده زاوية يومية أنا بقرأ له إياها كل يوم، إذا ما شفتها بالجريدة بنشغل بالي، بعرف إنه صاير له شيء. ليش جدك صحفي؟ كمان لا، بس جدي عنده عادة مو منيحة، بكتر بهارات كتير، كل ما يحكي شغلة بيرش لها بهار. تصوري إذا بده يطبخ حبة رز بحط لها علبة بهار. المهم يلعو قلبك إلهي لعيت قلبي، مو أسأل منك إلا جدك. مشان هيك ما حدا بيحترمه. مرة حط عينه على المخترة ورشح حاله للانتخابات، قام ما حدا انتخبه. قال لحاله عميد أسرة آل دبول، ماشي الحال، ومن يوم تاكل يوم ببعت على الجريدة، شكر على تعزية، برقية تهنئة بعقد قران، حي الله شيء، المهم يبعت على الجريدة. وشو بيستفيد؟ شو بيستفيد؟ شو بيستفيد أنا الله عليك يا جدي. كل يوم بينزل اسمه بالجريدة، عميد أسرة آل دبول، وما بيعبي عينك ها؟ هالقد طوله. خفيها بقى فرطنا من جوعنا، شو لقيت بدنا نستناه؟ وانا كمان جعت كثير. دهي له. يا فرج! فرج! ما عم يسمع. تفضل ابن عمي. هاي جايز. هاي جايز، برد الشاي زول احنا عم نستناه. يا عم رد على التليفونات ونسيت انه رئيس الهيئة الدولية للبطيخ. ايه البطيخ المبسمير. لا البطيخ الاحمر هذاك المسمر سلموها لواحد هيك من طولك من غوايانا لانه هي لها فروع بكل دول العالم. هلا شفنا بالحكي خلينا نتعشى مشان لحق نمدفي ايدك اخ لا تجي ماما. صحيح وين مرت عمي؟ اعطيتها التليفون عم ترد على مندوبه البطيخ الاحمر بجزيره دورادورا بالمحيط الهادي بدهم طونين بطيخ مكعب. ها فهمني يا طويل شو هذا البطيخ المكعب؟
البطيخ المكعب هذا يا سيدي، بتحط البطيخه بعلبه لما تكون صغيره، ها بتطلع مكعبه لما تصير كبيره. خلاص اوكي مسز كارولينا، فور تونز اوكي اول رايت، جود باي كارولينا. فرج طلع ما بدهم طونين، بدهم 4 طن، قد ايه بيطلع لنا منهم؟ بيطلع لنا منهم شهاده تقدير كبيره. لك مصاري 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 ما بيطلع لنا، هيك اتفقت اللجنه، قال البطيخ لازم يكون وجبه غذائيه مجانيه. ايه روح يا مرحبا مجاني، عنا مجاني قال. ايه روح، يروحوا ياكلوا بطيخ مبسمر، مو بطيخ مكعب. لا مرت عمي، هدول زملائنا، جماعة جوايانا، جماعة البطيخ المبسمر ما بنضارب عليهم. لك فهمنا، قديش رح يعطوك راتب على هالشغلة؟ أنا بدفع 1000 دولار اشتراك شهري تخصص لتحسين أنواع البطيخ المكعب. في 7 أنعام. يلا بقى أنت بنستناك ونطف قلبنا، مية؟ قول أنت أنا ما بدي أكل. يلا فراد. جميل جميل، اسأله شو يعني تنخى؟ هلأ انت قادر شاغل مخها؟ أخي فراد شو معنى تنخى؟ يعني أنا بو عليك. لا؟ لك عم بو؟ طب جميل جميل عدلي غطى يلي عدلي عدلي. لا خلصي بقى، شو صار معك؟ معك عم يرد مثلث برمودا عن الطريق طن بعدين وين؟ طيب اتصل بأمريكا خلينا نشوف إذا هذا محروس الزفت راح على لجنة البطيخ المبسمة. أمريكا أي أمريكا. لا ما هجب على الشغل. شو؟ عن طريق وين بعدين طن؟ إيش طن طن بيرا أنت؟ نعم شبكون شوفي شوفي شبكون ذاتا مو اضرب منك انت يا شنطه الحفانه الا محروس الزفت. ليه شوفي شو صار؟ لك انت رحت على امريكا وما كنت تعرف تتصل من هنيك، وهي محروس كمان. اتصلوا خبرونا طمنونا منشان ما ينشغل بالنا. لا لو سمحت، انا اتصلت 20 مرة، 100 مرة، 200 مرة، وكل مره كان يطلع لي صوت ابو كيروس، شيء يقول لي شكر الله سعيكم، شيء يقول لي عقبال عندك، شيء يقول لي تلحقوا بايدك كعكه. فكرت مرت عمي ماتت. قش بلا وعيد، بعيد الشر عنها. هلا انت اللي كنت عم تتصل؟ اي انا اللي كنت عم تتصل. لك هو واحد بيتصل لي 100 مرة، واحد بيعزيني 70 مرة. لا ما احتلالي فيها ولا؟ بعدين مين بيده كعكة ولا؟ معقول هيك يعمل معي؟ فظاعة شو قلي الضمير، تعي افتحي مقوصة. ايه لك تعي افتحي. يلا. ايه كملي لي بس بقدر حل مشكلتي. تفضل. الحمد لله على السلامة. روحي هلا بعدين بكمل الحديث معك. محروس ليش تأخرت؟ غلي قلبي عليك. مثلث برمودا شبو؟ فتلته فتل فتل يا مدام، ما لقيت حدا. محروس يحرق حريصك، امتى اجي؟ وين الغيبة؟ ما شاء الله ما شاء الله عليك. عود عود محروس تفضل. الأغراض اللي وصيتك عليهم؟ اتركوا جميل. وصي على الأغراض. شو صار معه؟ احكي لنا محروس شو صار معه؟ اخ يا جماعة لو تعرفوا شو صار معي. قول لنا شو. سمكة قرش لحقتني. ايه ضليت قاعد تحت الصخرة ساعتين متخبي، وهي واقفة قبالي عم تتطلع فيني. ساعتين بلا هواء؟ لا كنت لابس لبس غواص انا. بعدين راحت؟ لا ما راحت. كان شلون طلعت؟ طلعت جنبي لقيت السدة تبع المحيط، السدة هي مثل شيت البانيو. ايه قلت لحالي بسحبها بتقوم بتفضى ميته. مزبوط بتموت السمكة. وهذا اللي كنت انا مفكره. سحبتها. شو صار؟ طلعت لغم بحري. ايه معلش محروس الحمد لله على سلامتك، المهم انت ما صار لك شيء محروس. قال ما صار لي شيء، قال ايه رحت 200 شقفة انا. لك شو 200 شقفة؟ ما 200 شقفة، ليكك ما شاء الله حولك ما فيك شيء. قال ما فيني شيء، لو تعرف كم برغي وكم عزقة وكم رنديلة حطوا لي لرجعوا جمعوني بأمريكا. المهم يا مدام فرج ما لقيته، أكيد أكيد القرش خلص عليه. فرج قاعد بمكتبي مصنبع ورا الطاولة. شلون مصنبع؟ وهدول مو جراباته اللي لقيتهم قاع المحيط انا؟ يا الله يا الله. تفضل ابو ياسر تفضل. محروس الحمد لله على السلامة، الله لا كان جاب الغلا. ابو ياسر فوت على المكتب قول له لفرج يجي مشان يشوف محروس. ايه فرج راح على مثلث برمودا ليدور على محروس. برمودا؟ امي اختي. لا اله الا الله. كده لجوا كده. لا اله الا الله. لا اله الا الله.